سؤال سيد النائب المحترم، بغيت نأكد أن الوزارة تتولي اهتمام كبير لهذا الموضوع. هذا في هذا الإطار كيف تتعرفوا المكتب الوطني للسكك الحديدية عنده واحد المخطط جد مهم على المدى المتوسط والبعيد، الهدف منه تغطية التراب الوطني كله بالشبكة السككية. تشمل هذا المخطط ما يفوق 1300 كيلومتر من خطوط جديدة فائقة السرعة و 3800 كيلومتر من خطوط سككية كلاسيكية. الهدف منه هو ربط 43 مدينة بالقطار، عوض 23 اللي كاينة اليوم. بخصوص دار البيضاء مراكش ومراكش أكادير، هذا المشروع بالطبع تيندرج ضمن هذا المخطط الضخم، واللي مشأنو كيف قلتوا يعزز التكامل الجهوي ويدفع بالاقتصاد الوطني. قامت كيف قلتوا المكتب بإعداد الدراسات الأولية المتعلقة بهذا المشروع فيما يتعلق بالبنية التحتية، الهندسة المدنية، المسح التوبوغرافي. والحاجة اللي خصكم تعرفوها أنه هذا الخط هذا تيتطلب حسب التقدير ديالنا ما يزيد عن 75 مليار درهم. هذا تيجعل بأنه الإنجاز ديالو مثل الإنجاز ديال المشاريع المهيكلة من هذا الحجم، على غرار الخط اللي تكلمتيو عليه ديال طنجة والدار البيضاء، تيستلزم إيجاد حلول مبتكرة لتمويل المشروع، ونحن نعمل من أجل ذلك. شكراً.